المختبر نتيجة الأبحاث يلي تمت فيه، وهي أبحاث عالية المستوى، وطبعا نتج عنا طبعا يعني منشورات علمية بمجلات علمية عالمية بعدد كتير كبير. طبعا نحن اليوم موجود عنا بنك للسلالات الميكروبية يلي تقريبا بيضم 10,000 سلالة ميكروبية. طبعا نحفظها نحن على 85 درجة مئوية بسبب مشكلة الكهرباء الرسمية اللي تقريبا بيجي ساعة ساعتين. نحن عم نعتمد بشكل كتير كبير ورئيسي على المولدات، ومع أزمة المازوت يلي طبعا موجودة بلبنان، هذا خلق لنا مشكلة كتير كبيرة. من هون كان الحقيقة التسجيل يلي تم للمساعدة بحل هالمشكلة هاي. تم تزويدنا بكمية مازوت أنقذت الموقف، وطبعا لفترة من الوقت، ولكن ما نتمناه إنه المازوت يتأمن بشكل دائم حتى ما نوقع بالمحظور من تاني وجديد، لأنه لا سمح الله فيما لو يعني الأزمة تفاقمت أو ما قدرنا نحصل على المازوت، أكيد يعني الكهرباء حتنقطع، وبالتالي نحن بنخسر ثروة علمية لا تقدر بثمن.